تعلم واستفد من دروس الجيتار مع يوسف لايف. خوت اليوم غادي نتعلمو باي باي المدرسة، غادي نتعلمو بعض الطريقة اللي بسيطة بجوجات. غادي أولا غادي إلا بغيت تلعب بالصوت بحالي غادي تحط كابوطونس في التروازيام في المربع التالت، غتحسب واحد جوج ثلاثة وغتحطها عشر، فهمتي؟ التروازيام باش يولي بحالي بحالك. ما علينا، كتبدا بصول، هذا في السادس، هذا في الخامس، وهذا في الاول. المهم هاد النوطات هادو تلعبهم على اي طبقه بغيتي انت بطبيعه الحال، ماشي بالضروره تلعب بحالي انا. صوت مي، صوت اللي هو هدف السادس وهدف الخامس وهدف الاول، يعني كاع اللي كتبعها كتبعها مي، هذا وهذا الخامس وهذا الرابع. النوطة الثالثة اللي هي ضو، هدف الثاني هذا، في الرابع هذا كيبقى بيناتهم خاوي، هذا التالت هذا ما كيتقاش، يعني هذا في الثاني هذا في الرابع وهذا في السادس وهذا اللي في الخامس اللي تحت منه، هذا يا ضو، فهمت؟ هذه النقطة التالتة اللي معنا. النقطة الرابعة اللي هي ري ماجور، يعني هذا في التالت وهذا في الأول، يعني وهذا اللي بيناتهم كنشتو فين، يعني كتمشي بحال هكا. شنو هو الفراب؟ هو جوج طلعات جوج هبطات، يعني كنبقاو جوج طلعات جوج هبطات. امتى كنقلبو؟ ديما كنقلبو في ديك دوك جوج هبطات، الهبطة التانية فيهم هي اللي كنقلبو، يعني كنديرو فاش يلاه كنبداو الفراب كنبداو بهبطة، من وراه كندير جوج طلعات جوج هبطات، وكنبقاو غاديين بدوك جوج طلعات جوج هبطات. ديك الهبطة الأولى كتإليمينا، يعني فاش كندير هاكا هادي كتمشي، مبقاش كنعاودوها، كنبقاو جوج طلعات جوج هبطات. امتى كنقلبو؟ امتى كنقلبو؟ كنقلبو بدوك جوج هبطات اللي كنهبطو، ديك التانية فيهم هي كتلقانا قالبين نوطة أخرى جديدة، يعني هاد التانية شتيها، ديما دوك جوج هبطات الضربة التانية فيهم هي اللي كنقلبو خلال دماغك عادي باش تفهم البلان. فاش كنبداو كنديرو هبطة، كنتبعو جوج طلعات جوج هبطات، كنبقاو غاديين بجوج طلعات جوج هبطات، فهمتي؟ كنعاود باش تدخلها لدماغي، دوك جوج طلعات جوج هبطات، الهبطة التانية فيهم في دوك الهبطات، الهبطة التانية فيهم هي اللي كتلقانا قالبين نوطة أخرى، يعني غادي هاكا تيس كامل غير هي زربها شوية. المهم تذكرة بسيطة، هادشي اللي فيه فيه صوت مي دو راي، هادشي اللي كاين، تشوف شي فيديو اخر وبيس لكم.